النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف شاركت في تقديمها أميرة حربي، نموذج ملهم مشرف جدا، عبرت عن التغيير اللي حصل في حياتها مع انطلاق أول نسخة من 5 سنين من قادرون باختلاف، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، اللي كان سبب رئيسي جدا في أنها بعد ما وقفت تعليمها أنها ترجع مرة تانية للتعليم. هي دلوقتي في كلية اقتصاد وعلوم سياسية في المنيا، نموذج مشرف جدا ومعانا على الهواء دلوقتي. بسن، صباح الخير عليك يا أميرة، مقدمة حفل احتفالية قادرون باختلاف. صباح الخير. صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. يعني وصف لنا كده شعورك وانت بتقدمي حفل قادرون باختلاف، يعني قدام وانت واقفة كده قدام الرئيس بتقدمي حفلة مهمة زي دي. اكيد طبعا احساس حلو قوي، يعني انا كنت مستنية دي من زمان، من اول نسخة، وانا بتمنى ان انا ابقى معاهم في الاحتفالية. انت شاركتي من الدورة الأولى أميرة، وكنت تتمني انك تشاركي في احتفالية قادرون باختلاف. مع الدورة الأولى حصل اختلاف كبير جدا في حياتك، كلمينا عنه. أنا كنت موقفة تعليمي 3 سنين. أنا مش بس مستخدمة كرسي متحرك، أنا عندي فشل كلوي وضغط الكلى، يعني هو أنا حاليا في الجلسة أصلا، بكلمك وأنا في الجلسة. ربنا يعافيك يا رب. يا رب إن شاء الله. فكنت موقفة تعليمي علشان كنت تعبانة وفترة تعب وكده، وكنت خلاص بقى يعني عندي يأس رهيب فترة، واللي هو خلاص بقى أنا هقعد ومش مشكلة، لأن الدنيا لسه ما كانتش مفتوحة لينا للدرجة دي. بس بعد قرار فخامة الرئيس، ولما شفت النسخة الأولى، ولما لقيت إن لا إحنا في اهتمام لينا فعلا، واحنا ممكن ان احنا نوصل لحاجه فعلا، فرجعت. اميره انت في اقتصاد علوم سياسيه صح؟ اه. تخصصتي ولا لسه؟ اه تخصصت علوم سياسيه. اه. مبسوطه؟ اه طبعا. قلت ان انت عايزه تبقي وزيره او سفيره في المستقبل. ان شاء الله. الدعم، وسائل الدعم اللي تخصصت لك، اللي خليتك النهارده تبقي من حد مش قادره ان انت تكملي تعليمك، او حاسه باحباط شويه مش عايزه تكمليه، لحد النهارده عايزه تبقي وزيره او سفيره، وانا متاكده ان بعد امبارح ممكن كمان تفكري انك تبقي اعلاميه صح؟ لا، دي هي اصلا الفكره دي عندي من زمان فعلا؟ طب قولي لي ايه اللي اتغير في يعني في تركيبتك دلوقتي، يعني النهارده ايه اللي مخليكي عندك الباور ده من جواكي، ان انا لا انا عايزه احقق حاجه او حلم انا نفسي احققه؟ نظره المجتمع اتغيرت وبقى لينا وجود، يعني احنا الاول كنا ما حدش معترف بينا، يعني هما مش شايفيننا، مش معترفين ان هو احنا، هم بيتعاملوا معانا ان احنا بقى بركة البيت بقى، واحنا مش هنعمل حاجة. المجتمع كله شايفنا كده. فخلاص دلوقتي لا، احنا لينا وجود في المجتمع، احنا بنعمل حاجة، احنا بنتعلم ولينا مواهب، احنا في مننا مكتبين، ممثلين، اعلاميين، ناس بتشتغل في كل المجالات. أميرة، انت عارفة ان انت عندك كاريزما طاغية شوية؟ بجد انت عارفه كده؟ يعني مش عارفه قوي الصراحه. لا بجد يا اميره بجد، يعني امبارح احنا شفنا مذيعه متميزه جدا على المسرح، ليكي حضور وطلاقه في الكلام ما شاء الله عليكي، يعني ففعلا يعني جنب حلم انك تبقي وزيره او سفيره انت اعلاميه كمان، فكري في الموضوع. أنا ده عملت برنامج قبل كده. عندك الادوات ما شاء الله، وعندك القبول، اهم حاجه القبول مع الناس. عايزه اقول لك حاجه اميره، انت قلتي من شويه كلمه انه المجتمع نظرته اتغيرت لذوي الهمم ومتحدي الاعاقه، وقلتي كلمه صعبه شويه، انه في بعض الاحيان الناس بيبصوا لنا ان احنا بركه البيت وغيره. بالزبط. لا، الدنيا اتغيرت. كلمينا بقى ازاي الدنيا دي اتغيرت، وازاي دعم الاسره والاصدقاء والمحيط اللي حواليكي شجعوكي انك انت لازم تصنعي فرق، وانك انت تتمسكي بحلمك وتكملي تعليمك. انا بصراحه اسرتي ما كانتش من الناس اللي هي شايفه كده، يعني هم كانوا متعاونين معايا جدا، وبالعكس هم اللي بيشجعوني، هم اصلا سبب في كل حاجه انا فيها دلوقتي، يعني هم اللي دايما معايا، دايما بيوصلوني كل ده.
والفكرة بقى إن اللي حوالينا هم اللي كانوا شايفين كده، شايفين إن هو طب هي هتتعلم ليه، هي هتعمل إيه، إن هي كده كده قاعدة في البيت، هي كده كده مش هتعرف انت تعمل جبتي كام في حاجة. الثانويه العامه يا اميره؟ 87%. يعني لا شاطره جدا، و كنت علمي علوم. جميل، شاطره جدا. طيب احكي لي عن صحابك في الجامعه او الدكاتره عندك في الجامعه النهارده. انت كنت بتتكلمي على نظره معينه من الناس، شايفه النظره دي عامله ازاي دلوقتي؟ لا يعني وانت دلوقتي كده بنوته مدموزال كده بتقدمي معانا، قدام الرئيس. هم دلوقتي الناس بتتعامل معانا كأننا مش مختلفين، احنا زينا زي اي حد، هو ده اللي احنا كنا عايزينه من الاول. لا انا بالعكس، انا عايزه بس اوصلك نقطه انه بالعكس انت متفوقه دلوقتي، يعني انت سابقه بخطوه. يعني بحاول. طب اميره عايزه اعرف منك كده كواليس الاحتفاليه امبارح، يعني ازاي حضرتي نفسك انك برضو تقفي على المسرح وتقدمي امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الموضوع بيبقى فيه رهبه شويه، ازاي حصل التحضير وكواليس الاحتفاليه كانت عامله ازاي امبارح؟ احنا من الناس بجد كنا مطبقين من قبلها بيوم، خلصنا البروفة متأخر شوية وكنا قاعدين مع بعض شوية، احنا يعني انا واصحابي وكده، يعني احنا خلاص بقى اللي هو احنا بقالنا كتير مع بعض ومش هنشوف بعض تاني، فكان احساس صعب قوي. وقعدنا بقى نجهز للاحتفالية، قعدنا نتدرب مع بعض بعد البروفة، وقعدنا صاحيين لحد الصبح، رحنا نزلنا الساعة 4:30 الفجر، نزلنا بقى بدأنا إن احنا نتحرك علشان نروح المسرح ونجهز، نزلنا الساعة 4:30 الفجر، كنا كلنا بقى مش نايمين، بدأنا ننام بقى احنا اللي هو احنا رايحين الحفلة احنا نايمين. لا بس كنتوا مصحصحين جدا، مصحصحين جدا على المسرح. يعني كنا بنحاول بقى اللي هو خلاص احنا كنا نايمين واحنا رايحين في الطريق، بس أول ما وصلنا المسرح خلاص فوقنا كلنا، اللي هو خلاص احنا مبسوطين جدا بقى، كان في رهبة رهيبة. يعني أنا مش أول مرة أقف على المسرح، بس حسيت إن أنا أول مرة في حياتي أقف على المسرح. أميرة أنت كان حلو أوي. يعني امبارح أسعدتينا، شكرا، وبنقول لك ان انت جميله ووصلتي لحاجه مهمه شكرا. جدا، اوعي اوعي تخلي حاجه توقفك، وعمر ما كلام الناس بيعمل اي حاجه غير انه بيجيب ورا، خلي دايما انت مجهودك ونجاحك واللي انت وصلتي له دافع ليك ان انت تبقي احسن واحسن، وما تسكتيش غير لما تبقي اللي انت عايزاه، يعني ما تهديش ابدا غير لما توصلي للي انت عايزاه، سواء كان اعلاميه، سفيره، ان شاء الله وزيره، ونشوفك في اعلى المراتب يا رب. شكرا ليكي يا اميره حربي، مقدمه احتفاليه قادرون باختلاف. نورتينا وشرفتينا على الهواء أميرة. أميرة إن شاء الله الإعلامية والسفيرة والوزيرة يا رب. المستقبلية يا رب إن شاء الله تحققي كل أحلامك. بنشكرك ونورتينا في صباح الخير يا مصر النهاردة.